بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. للإنسان في هذه الحياة جهتان، جهة الإنسان فيها مسير، وجهة الإنسان فيها مخير. الجهة التي الإنسان فيها مسير، هذه الجهة ليست بيد الإنسان، وإنما قوة كونية هي التي تسير الإنسان. الجهة التي الإنسان فيها مخير بيد الإنسان وليس خارج عن إرادة الإنسان، لذا الإنسان يجب أن يميز دائما بين ما بيده وما ليس بيده. ما بيده يعمل هو، ما ليس بيده يتوكل على الله ويستعين بالله ويفوض أمره إلى الله ويدعو الله في إنجاحه. جهة بيد الإنسان، هذا ليس مربوطا بالدعاء وليس مربوطا بأن يطلب الإنسان من الله، وإنما هو مربوط بالإنسان نفسه. الجهة الثانية التي ليست بيدي وإنما بيد الله سبحانه وتعالى، هذا الوسائل المادية لا تنفع فيها، وإنما يجب علي أن أتلقى العون من الله. أكو هناك حديث، الجهة الأولى التي بيدي ولا مجال للدعاء، أكو هناك حديث، الحديث يقول أربعة لا يستجيب الله لهم الدعاء. أربعة أشخاص الله لا يستجيب دعاءهم، والذكر الأربعة من باب المثال، يعني كل إنسان الشيء بيده ثم لا يعمل على طبق ذلك الشيء دعاؤه لا ينفع. أربعة أشخاص لا يستجيب لهم الله الدعاء. الأول رجل يجلس في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، هذا الله لا يستجيب له دعاء، لأنه يقول له اذهب واكتسب وإني أرزقك، هذا الله لا يستجيب له دعاء. إنسان يقعد في بيته ما يشتغل حتى تنزل عليه مائدة من السماء، هذا مو صحيح، لأن الرزق الله تعالى قدره للناس، والناس يسعون في الرزق، وكل إنسان يحصل بقدر سعيه على الأغلب الأكثر. هذا الإنسان في الحديث لا يستجيب الله له الدعاء، من جلس في داره ولم يطلب الرزق وقال يا الله ارزقني، هذا الشخص الأول. الشخص الثاني الذي له امرأة سيئة الخلق يقول اللهم نجني منها، الله تعالى يقول جعلت نجاتك منها بيدك، اذهب بطلقها، إذا النجاة بيدي، وإني أتكاسل عن نجاة نفسي ومربط بالله تعالى، إذا طلاقها بيدي اذهب بطلقها ولا تطلب مني. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الإنسان الذي يمرض ويقول اللهم اشفني، والطبيب موجود، دكتور موجود. قد يكون الإنسان يمرض في صحراء ليس فيها دكتور ولا طبيب ولا دواء، ذاك موقع الدعاء صحيح. أو الإنسان في سفينة والسفينة ليس فيها طبيب، ذاك موقع الدعاء. أما الطبيب موجود في البلد
وأنت مريض وتقول اللهم اشفني بلا أن تراجع الطبيب. في الحديث أن الله لا يستجيب دعاء هذا الرجل، لأن الله تعالى يقول قد جعلت الطبيب وجعلت الدواء فارجع إليهما. هذا الشخص الثالث الذي لا يستجيب الله له الدعاء. الشخص الرابع من جلس تحت حائط مشرف على الانهدام ويقول اللهم احفظني. الله يقول أنا ما أحفظك، هذا الحائط المشرف على الانهدام اذهب إلى هناك ولا تدعو لأن هذا بيدك. وهذا مثال أيضا لا خصوصية للحائط المشرف على الانهدام. أنت تركب في سفينة مخروقة منخرقة وتقول اللهم احفظني، شنو هذا؟ تركب في طائرة خلبانها شارب الخمر، لأن كثير من الخلبانين يشربون الخمر في وقت الصعود أو قسم منهم، هذولا بطبيعة الحال ما عنده وعي حتى يسيرك حسب صحيح. إذا رأيت هالشكل شيء وركبت وقلت اللهم احفظني، الله يقول أنت ليش ركبت؟ هذه الأمور بيد الإنسان. الأمور التي بيد الإنسان على الإنسان السعي. القسم الثاني الأمور التي ليست بيد الإنسان. أكثر الأمور مو بأيدينا، أكثر الأمور. إنسان أحيانا يتصور أن كل شيء بيده، أو يتصور أنه قوة، أو يتصور أنه شخصية، هذا غير صحيح. هذا الإنسان يجب أن يفكر أن أكثر الأمور ليست بيد الإنسان. ولذا في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر، الله المسير. الآن لاحظ الحقيقة، الإنسان يجب عليه دائما أن يعرف نفسه. أكو في الحديث عن الإمام الصادق يقول رحم الله من عرف نفسه. الإنسان غالبا يصير مغرور، غروره أنه يتصور أن كل شيء بيده، أن كل شيء تحت إرادته، أن كل شيء باختياره. مثلا بعض التجار إنسان يشوفهم، أو بعض الدكاترة إنسان يشوفهم، أو بعض الأطباء يشوفهم، أو بعض الموظفين الكبار، يقول أنا بذراعي أنا كونت نفسي. أنت منه؟ أنت كونت نفسك؟ لماذا نشوف كثير من التجار هؤلاء في سبيل التجارة ويتكسرون أيضا؟ إذا أنت كونت نفسك ويتصور هذا الشيء. الشاعر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كثير من الناس عقله حزمه إدراكه ركضه كل شيء منه حسن، مع ذلك لا يحصل على شيء. وتشوف كثير من الناس هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور والمال يأتيهم. كذلك هذا الدكتور الذي يتصور أنه كون نفسه، شلون تكونت نفسك؟ الإنسان إذا ما كان عندك مخ وفكر وذكاء وفطنة وفراغ وألف شيء وشيء آخر، كنت تتمكن أن تكون نفسك؟ الإنسان إذا قسمنا أموره تقسيما صحيحا بالمليون جزء جزء بيده. الآن أنت الذي تسمع سماعك بيدك، أنت لا تعلم أن هناك في العالم ألوف الناس الذين لا يسمعون، مو بيدك، منح من الله مجانا بلا أي مقابل. هناك مدرسة تسمى بمدرسة الأمل، وأنا رايح لها المدرسة. الأشخاص المتخلفون، الأشخاص المعوقون، الحقيقة لازم إنسان يروح الأماكن حتى يعتبر، حتى لا يأخذه الغرور. روح للمستشفيات، شوف المرضى، طبيب كل شيء موجود لا يشفى، دكتور طبيب دواء. في المستشفيات المتخلفين عقليا روح شوف هيكل وكل شيء وهو مثلي ومثلك لكن عقله فيه خلل. روح للمدارس للمعوقين، ناكو في الحولي
إنسان يشوف حقيقة هذا الإنسان متخلف، متخلف إما في النظر وإما في السمع وإما في العقل وإما في اللسان وإما أشبه. روح على شارع الميدان وشوف هذول اللي مأوفين، هؤلاء رقبته كبيرة، رأسه صغير، رجلاه صغيرتان، وفرد أوضاع مشوهة أكو عندهم. فنحن صنعنا أنفسنا؟ الذي يتصور أنه بعضده كل شيء وبماله كل شيء وبعلمه كل شيء، هذا أقل ما يقال فيه أنه لم يعرف نفسه ولم يعرف الكون ولم يعرف متغيرات الزمان، وإنما هو ظن أنه بنفسه حصل وبنفسه تعلم وبنفسه كذا وبنفسه تقدم وإلى آخر القائمة. الإنسان ليس هكذا. هذا الشيء الذي الآن أنت تبلعه، إحنا في الحقيقة نشرب ماء بكل هناء، لكن يجب أن تعرف أن من فمك إلى رأس المعدة أكو 4 مضخات 4. هؤلاء الأطباء الكبار وعلماء الفلك وما أشبه هؤلاء من أقدس المؤمنين دائما. سره أنهم يشوفون، يشوفون أنه شلون مبهر الحياة، وينبهرون منا منا شلون يروح الماي جوه، تبالك شكل قطرة يروح الماي جوه. 4 مضخات أكو علميا ثابت من فمك إلى فم المعدة، إلى هنا يسمى بفم المعدة، 4 مضخات موجودة، كل مضخة تضغط على الطعام أو الماء حتى يدخل. هذه المضخة تعطي الطعام إلى المضخة الثانية، والمضخة الثانية تعطيها إلى المضخة الثالثة، والمضخة الثالثة تعطيها إلى المضخة الرابعة، ثم يدخلها في المعدة. ثم إذا جاء إلى المعدة، في ظنك اعتباطا هذا الطعام يصيب جزءا من بدنك؟ احنا اعتدنا من الصبح لليل ناكل الريوق وناكل الطعام وناكل العشاء وناكل الغداء تفاح او الموز او اللبن او الحليب او الارز او ما اشبه. من جعل هذا الشيء جزءا لبدنك؟ الطعام وقت اللي يدخل المعدة، احد الاطباء الغربيين جرب هذا الشيء وكاتبين حوله هذا، ولعل بعضكم قارين في كتب المدرسة او ما قارين. الطعام وقت اللي يدخل المعدة، هو جربه هذا الشيء في تجربة طويلة ما علينا بالتجربة. هذه الطعام لحم أفرط دخل في المعدة، لحم من يغيره؟ احنا نقول انهضم طعام. انهضم يعني شنو؟ تدري ان الهضم، عملية الهضم فقط عبارة على انه ملايين ومليارات من الحيوانات الصغيرة، الحيوانات الصغيرة الحجم جدا، والتي نسميها بالبكتريات أو بالميكروبات أو بالفيروسات. هذن ملايين من هذه الحيوانات تلتف حول هذا الغذاء وتلتف حول هذا الطعام، حتى يجعل هذا الطعام محللا وقابلا لأن يصبح جزءا من بدن الإنسان، ولا اعتباطا يصير هذا الشيء. ثم أن الطعام إذا دخل في الكبد، كثير من الناس إنسان يروح إلى زياراتهم، في الحقيقة يا شباب لا تنسون هذه الأمور، هذه كلش مهمة، لأن هذه الأمور تعرف الإنسان بنفسه. زيارة المرضى، زيارة المعوقين، زيارة الأشخاص الذين متخلفين عقليا وما أشبه، زيارة الأموات، هذه كلها تعطي للإنسان دروس الحياة. إنسان كثيرا ما يروح إلى قسم من الناس يقولون احنا ما نتمكن ناكل الطعام، فلان قسم شيء فلان قسم شيء، خصوصا الدهن هذا الشيء. لماذا؟ يقول الدكتور قال لي ان كبدك كسلت عن العمل، كبدك كسلت عن العمل. كبد موجود هنا، موجود هنا هذا الصوب، هذا الكبد في الصوب الايمن من بدن الانسان. هذا الكبد اعقد عمليات علمية يعملها، حتى أن الطعام يحوله من الطعام إلى الدم. شلون صار الطعام دم؟ الآن كل الأجهزة العالمية لا تتمكن أن تحول الطعام إلى الدم أبدا. اسأل، يعني أنه الآن شوف المستشفيات، حتى في مستشفيات أمريكا وغير أمريكا وأرقى المدن العلمية، هذن المستشفيات يأخذون دم، يعني إذا فرد جرحى يودون لهم يأخذون منك مني الدم يعطون إلى هذا المريض المحتاج إلى الدم. اسألهم قول لهم اصنعوا الدم انتم،
موددهم موجودة الآن. موددهم شنو؟ عبارة عن اللوز والجوز وما أدري حليب والتمن والتفاح وموز وهالأشياء، وخذوها يجعلوا منه دم يقول من اسمك. وهالقطعة الصغيرة التي تسمى بالكبد، قطعة صغيرة كلش، شايفين الكبد؟ هاي الكبد تصنع كل غذاء ان تحوله الى دم. يعني لنفرض فرد واحد دائما يشرب حليب ما يضر، مو مهم، يحوله الى دم. لنفرض ان فاحدا دائما ياكل خبز، يحوله الى دم. لنفرض فرد واحد دائما ياكل البقولات، يحوله الى دم. وكم مكينة؟ 500 مكينة على أقل تقدير كشفا علميا في هذه الكبد الصغير. أكو 500 مكينة، يقولون إذا أردنا أن هذه 500 مكينة الموجودة في الكبد، لنفرض أننا نريد أن نبسطها في الأرض، شكثر مكان يأخذ؟ أقل تقدير 30 كيلومتر يأخذ. يعني تريد أن تحول هذه المكائن إلى الأرض وتصنعها أنت الإنسان بأدق الأجهزة، كم مكان يأخذ من الأرض؟ 30 كيلومتر، يعني منها إلى الصليب الخاتم أو للجهرة يأخذ هالقطعة الصغيرة. 500 ماكينة أكو في الكبد. أحيانا إحدى هذه الماكينات ما تشتغل زين، كل أطباء العالم ما يتمكنون عليه، قد يكون بسبب الدواء، الدواء جعل الله أيضا، لأن الدواء من أيضا؟ دواء من الله. قد يكون هذه الماكينة بعد مو مستعدة للعمل، بعد الدكتور يقول لي لا تشرب كذا ولا تاكل كذا ولا تستعمل كذا، هذن الاشياء بعد ما تستعمل خلاص الكبد صار الكبد كسولا، ما تشتغل كامل وتمام. لذا الانسان يجب ان يعرف انه كم نحن تحت قدرتنا وكم ليس تحت قدرتنا. إذا في الحقيقة فرضنا أجزاء التي نحن بحاجة إليها مليون جزء، جزء واحد تحت قدرتنا، مليون إلا جزء متحت قدرتنا، نظرنا، سماعنا، ألسنتنا، آنافنا، كبدنا، معدتنا، تحريكنا، كل شيء متحت قدرتنا، يتزير. وإذا مررنا وشوفنا أيضا، أيضا بدواء جعله الله. الدواء من أين؟ مسألة إحنا خلقنا الدواء؟ أبدا. الدواء إذا شفت ورأيت هذه المستوصفات وهذه الصيادلة، الدواء عبارة عن عصارة أخشاب أو أعشاب أو بقول أو حيوانات أو مواد كيميائية، كلها وكلها من الله، مو مني أصلا، هو من أي طبيب أبدا، مو هالشكل. كل هذه الأمور، وإنما نحن في الحقيقة في فترة صغيرة من الحياة اسمها 50 سنة، اسمها 40 سنة، اسمها 100 سنة، اسمها 30 سنة، احنا ممتحنون أن هذا الجزء الصغير الذي بأيدينا نحن نعمل فيه حسب أوامر الله ورضاه فإلى سعادة، وإذا لم نعمل حسب أوامر الله ورضاه فإلى الشقاء. خلص أسوي روحي، اعترض، اتكلم، قول، نتيجة ماكو، خلص. إنسان يلقي بنفسه من شاهق تكسرت رجله، بعد راح للأطباء كذا، لا ماكو، خلص 30 سنة، هذا 50 سنة، 40 سنة، بعد ما عنده رجل، في أمان الله، كل علاج ماكو. الإنسان في الحياة يجب أن يعرف مقداره. أنا قدري شنو؟ قدرتي شنو؟ مسيري شنو؟ مصيري شنو؟ شنو بيدي وشنو مو بيدي؟ بس من الناس اللي يتصورون يعصون الله وانتهى، مو مهم معصية الله. أو قسم من الناس يظنون أنهم يفتحون لسانهم وكل شيء يقولون ومو مهم. أبدا، كل شيء تحت تقدير ومقدار دقيق، لكن مو من اللازم الآن أنت تعرف هذا الشيء، لعله تعرف هذا الشيء بعد 10 سنوات، لعله بعد 20 سنة، لعله بعد ما أدري كذا من السنوات، لعله لا تعرف هذا الشيء في الحياة وإنما تعرف هذا الشيء بعد الموت، هذا كله ممكن. ولذا يجب علينا أن نفرق بين ما بأيدينا وما ليس بأيدينا.
الشيء الذي بأيدينا نحن نعمل، والشيء الذي ليس بأيدينا ندعو الله تعالى. لنفرض الزارع بيده شنو؟ بيده أنه نشر الحنطة على الأرض، صح؟ وبيده أنه سقى، هذا بيده. لكن تدري أن هذا النبات حتى ينمو كم من عمليات مدهشة أكو في الأرض حتى هذا النبات ينمو؟ في الحقيقة معجز. يعني أن النبات شنو يسوي؟ يسوي فرد شيء أكبر العلماء في العالم وأكبر المعامل اللي هسه ما يتمكنون يسوون هذا الشيء. النبات يأخذ الضوء يحوله إلى نفسه، التربة أكو هذا الشيء، الأملاح، الماء والضوء، هذا الضوء، هذا الضوء، هذا الضوء. حتى العلماء الحاضر يقولون إذا تمكننا من هذا الشيء نحن، هذا المعمل الصغير يتمكن، الله جعل فيه التمكن. لكن 4 مليارات بشر اللي هسه ما متمكنين على هذا الشيء، الضوء حولناه إلى نبات تمكننا في معامل. يقولون 100,000 سنة الاختراع يتقدم، 100,000 سنة بالضبط. يعني أننا نقفز فرد مرة إلى 100,000 سنة متقدم، لكن هذا النبتة الصغيرة تتمكن هذا الشيء في الصحراء. أكو فر الشعر فارسي جدا جميل يقول: هر جياهي كالزمين رويد، وحده لا شريك له قويد. أنت تجيب فرد بذرة صغيرة من أي أنواع البذور وازرعها تحت الأرض، هذه البذرة بمجرد أن زرعتها تعطي الصلة بينها وبين الأرض، بينها وبين الماء، بينها وبين الهواء، بينها وبين الشمس، تعطي صلة مربعة. وإحدى صلاتها وهو بينها وبين النور، هذا الشيء الذي أعجز العلماء إلى اليوم اليوم، أنه يأخذ النور يجعله جزء نفسه، من نفسه يجعله. ولذا في القرآن الحكيم شوف، ما أدري تقرؤون سورة الواقعة أو ما تقرؤون، حقيقة هذا السور كل آية منها معجزة علمية هائلة، لكن نحن لا نعرف قدرها، إننا أمة متخلفة. لكن روح شوف أكبر علماء الغرب شلون خاضعين، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سؤال آية بسيطة، الله يقول أنت تتمكن تزرع يا بأسرع. روح إلى أعظم محلات الزراعة في أمريكا وفي إنجلترا وفي روسيا، لأنكم مختبرات خاصة، ومئات العلماء يقولون إلى هذا الوقت ما تمكننا من هذا الشيء. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إحنا زرعنا أو أنتم زرعتم؟ نعم، أنت بذرت البذر وأنت سقيت في مكان مناسب، هذا هو منك. أما من جعل هذه العمليات المعقدة الهائلة في هذه النبتة الصغيرة؟ ماكو أبدا. وكذلك في سائر الأشياء. ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر. التسيير بإذن الله وبأمره. هذول اللي يركبون الفضاء مقدار شبر ما يتمكنون يتحركون في الفضاء، مقارين أو مقارين شبر، يعني يطلع من مركبته شبر ما يتمكن يمشي، إلا بالارتباط بالمركبة وفرد كيفيات المركبة من الأرض، بسبب ذلك يتمكن يمشي خطوات أيضا، وألف مشكلة وألف أجهزة علمية. فأنت تسير هنا لبالك هذا فرد شيء بسيط وبلاش ورحت وجيت. ونحن كذلك، هو الذي يسيركم في البر والبحر، في آيات طويلة مذكورة. الشيء الذي الإنسان بيده يجب أن يعمل، الشيء الذي ليس بيده وهو أكثر من مليون بالنسبة إلى الذي بيده يجب أن يستعين بالله، ويجب أن يتوكل على الله، ويجب أن يطلب من الله العون، لأن كله بيده. وكما يقول الشاعر: أزمة الأمور طرا بيده. هذا العالم المشهور أينشتاين، الذي هو في الحقيقة فرد رجل كلما يمر الزمان عليه يتبين قوة علميته في النظر النسبية، فرد النظر النسبية معروفة. هذا كان في أول حياته ملحد، بعد ذلك صار مؤمنا من أدق المؤمنين،
بالله يعني نقصد. قيل له لماذا انقلبت مؤمنا؟ قال وقعت ظفري، الظفر مالي في الباب انصدمت فوقعت، ثم رأيت أن هذا الظفر أخذ يخرج رويدا رويدا. بعد الأطباء وكذا سألت من الطبيب هذا شنو؟ هنا شوفوا لاحظوا هنا قبل كلكم تعلمون لحم وبعد كلكم تعلمون عظم. يقول سألت من الأطباء في المستشفى، قلت شنو هالماكن اللي هنا الذي يبدل اللحم عظمة هنا في كل إصبع هالشكل هذا؟ لأنه قبل اللحم بعد عظم، فالماكن يحتاج للتحويل. إذا جيب كل المكائن العالمية تتمكن أن تبدل اللحم عظمة، أبدا ماكو هذا الشيء في العالم، ماكو أبدا. اسألهم. ولذا الآن في أشخاص اللي يتكسرون إذا لم يتمكنون حتى الجزء الصغير من العظم يصنعون، وإنما يخلون شنو في داخل رجل الإنسان، سيخ يخلون في داخل يد الإنسان سيخ. أكبر المستشفيات في روسيا، أكبر المستشفيات في أمريكا يخلون سيخ، لأنهم يتمكنون يخلقون من المواد بمقدار ذرة عظم ما يتمكنون. فقال أينشتاين سألت من هذا الطبيب من الأطباء اللي يباشرون إصبعي، سألت منهم أنه شنو ماكنة من هنا يعني الفاصل بين اللحم وبين العظم حتى هذا اللحم يتحول إلى عظم؟ يقول كلهم قالوا لا ندري. الإنسان الفاهم دائما يقول لا أدري، الإنسان الجاهل دائما يقول أدري. راجع أكبر العلماء في الغرب والشرق عن أكثر المسائل يقولون من ندري من ندري خلاص. يقول راجعت الأطباء قالوا من ندري. قلت صحيح، فأنتم لا تصنعون هذا الشيء؟ قالوا إحنا من ندري أصلا، فكيف نصنعه؟ قلت فمن صنعه فمن يصنعه؟ كلهم قالوا الله يصنعه. يقول من هذا الأظفر آمنت بالله. وهذا الفرد شيء بسيط في ملايين الأجزاء اللي نحن نعيش في وسطها، مو يعني فرد شيء هو الأول والآخر في الموضوع. الأشياء التي بيد الإنسان، الإنسان يعمل. الأشياء التي ليست بيد الإنسان وما أكثرها الإنسان يدعو. ولذا في هذه الآيات المباركة التي تلوناها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني إذا ما دعوتم الله وما طلبتم من الله سبحانه وتعالى شنو قيمة البشر؟ الإنسان له قيمة إذا كان مرتبطا بالفهم ويعرف نفسه ويقدر نفسه، وله قيمة إذا كان مرتبطا بالله ويعرف قيمة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يعرف قيمة الله شنو قيمة هذا الإنسان؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.